خلينا نبشركم بالخير، ان شاء الله ديما هكا نبشر فيكم بالخير يا جماعه. لاحظتوا البارح كلنا لاحظنا اللي درجات الحراره في انخفاض يعني واضح وواضح جدا من خلال البارح في الليل. كانت فما هكا رياح ودرجات الحراره كانت في انخفاض ملحوظ. اليوم بالنسبه لليوم اكيد السبت 5 اوت من المتوقع انه يشهد الطقس امطار متفرقه بمناطق اقصى الشمال الغربي مع سحب باش تكون عابره ببقيه الجهات. باش تكون درجه الحراره في انخفاض على كامل البلاد، باش تتراوح ما بين 26 و 32 درجة بالشمال غير المراجعة للشتاء الجماعة، وبالمرتفعات اونتر 32 و 36 درجة ببقية الجهات. أقصى درجة باش توصل 42 درجة بأقصى الجنوب. الرياح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات مع دواوير رملية باش تكون محلية بالجنوب. البحر باش يكون هائج فشديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة لنا احنا في القيروان اللي وصلت كاريمون يعني كانت تفكروا يا جماعة 48 و 49، بور لو مومون 25 درجة كيما الكليماتيزور ولينا البرة 25 درجة بور لو مومون. وأقصى يعني أقصى درجات الحرارة اليوم باش توصل 34 ماكسيموم 34 درجة. مازلنا أكيد نحكيو على طقس منعوش خلينا نقولوا طقس فريشك، وأدنى درجة الحرارة باش توصل لي 22 درجة. حتى الغدوة يا جماعة كيف كيف درجة الحرارة ماهيش باش ترتفع بصفة كبيرة باش توصل الماكسيموم 37 وأدناها ب 22 درجة. الحمد لله الأيامات هذه كل بخيسك باش تكون درجة الحرارة معتدلة ومعتدلة جدا، يعني طقس طبيعي ربيعي، طقس هكا مزيان برشا برشا، ما فيهوش عرق، تنجموا ترقدوا ما غير كليماتيزور، تنجموا تريحوا الكليماتيزور في القايلة في الليل في العشية سي بون، بما انه طقس مزيان برشا برشا ونتمتعوا اكيد بالهواء الطبيعي. الوغ شو هكا باش نكون بالخير بالنسبة للطقس، وكان هذا طقس ويكاند. ميتيو ويكاند.